منشن مدريد لقاء بايرن الريال او المانيا اسبانيا اف سي هوليود ضد الميرينجي بذكريات نجوم وبحضور 17 لقب لحراسة المرمى سفينوريتش. علي ميكاميتشو خطيرة كرة أولى فرصة للبايرن فرصة أولى كبيرة وخطيرة للمنشن يلعب أوريتش كرة خطيرة الريال والمساحات الهدف الأول مدريد بسيناريو ماتش باري أو بيرا والدفاع لوكاس مازالت الصعوبة في مكان خطير كرة من ريبيري والحكم كويبرسي كرة العامة فما شيء ترجع كرة مودريتش كل الطرق تودي باطاش في ملعبهم ترجع الكرة كازيميرو كازيميرو كريستيانو أوفسايد تسلل على البرتغيز سبعة دقائق لعب في الشوط الأول دير خطورة الميرينجي يمشي رونالدو فاول فيها خطأ وكوي بيرسي الجامدة يمشي إيسكو إيسكو وحدة المهارة إيسكو حتى لا مارتينيز الإسباني يلعب كرة رافينيا خطيرة الشوطة والحارس جات الكرة عن تسلل رابح اثنين بواحد بشكل اكسترا تايم فماش تسلل كرة خطيرة يمشي دي رونالدو وركنية للمجال فرانشيسكو إيسكو إيسكو الخطير تمشي الكرة إيسكو يلعب كرة طويلة كريستيانو الهجمة للميرينجي مدريد كرة خطيرة عن طريق الريال وكرة كارفاخال رد بالك من ابن الخال يا أوريتش كرة ولا أروع من دانيال اللي سبق ولعب في البوندس ليجا حتى الكرة توني كروس توني كروس يوزع كرة خطيرة كرة قريبة جدا للريح ترجع الكرة لوكاس فاسكيز فاسكيز خطيرة وكرة كريستيانو رونالدو يتابعها مارسيلو ما يوصلت مرتدات كونتر اتاك ما يمشيش فاران يمشي فاران متأخر يلعب كرة جول 1-0 للبافاري 1-0 لمنشن عن طريق كيميتش الطرف اليمين الجناح البافاري يلعب على انطلاقات مارسيلو على غلطات مارسيلو على طلوع مارسيلو وينسل كيميتش الظاهر الباك ويسجل جول الهدف 1-0 البافاري باير دور فرصة الثاني والحارس كيلور نباس أي اختار لوكاس على أسينسيو لأنه أكثر دفاعي والكرة خطيرة وترجع الكرة من الحارس الكوستاريكي كرة من إسكو كلهم بتسولي سنفوز الثاني يا ريبيري ماذا أهدرت كرة مباراة تذكروا هذه الكرة ماذا أهدرت لم تود ريبيري فرصة الثاني 5 دقائق للنهاية يمشي فرانك ريبيري أين الرأسية مارسيلو ركنية بدأ ترجع الكرة بالرأس خطيرة والثاني ماذا أهدر الدفاع عن طريق هوملز ماتس هوملز كاد يسجل 2-0 في الشوط الأول ولا أروع البايرن الشيء بعد خروج روبان الكل يعولوا عليه أين الثاني الهدف الثاني يضيع البافاري ممتع البافاري أونس البافاري يبدع البافارة تمشي من كارفا يلعب كرة كارفا خاله فكر فيها بطريقة اليوفي مارسيلو جول مارسيلو جولاسو 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 ريال 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 ما أحلى الريال ما أروع الريال مدريدي الرويال مليكي ملكي سحر العقول وملك القلوب همسوا وتسالوا في الشامبيونز تبغيهم هذه الشامبيونز تمشي كورة يا ريبيري قلت لك ستندم يا فرانك ما ضد اتجاه الكورة كورة غدارة الثاني والحارس والدفاع الحارس ينقذ الريال من ثاني الأهداف من روبر ليفا ليفا القياصرة ترجع الكورة فرصة للثاني تقدم مستحق مارسيلو يداوي مارسيلو يا ابن السامبا تمشي فرصة الثاني والهدف الثاني يضيع كرة تمن الملكية نافاس كارفاخال مارسيلو راموس فاران كازيمير سينسيو الفنان يلعب كريستيانو رونالدو كرة من رونالدو كرة بعيدة حد الماني ناديك وصح عليك يا ريبيري يلعب كرة مارسيلياني أو فرنسي أو أمريكاني يتحدث عن الإبداع الثاني الهدف الثاني يا كينج الهدف الثاني يا كينج ليفا يا ملك بولندا يا ملك بولندا لماذا لم تملك باش نسوي باش ندني باش نسجل باش نربح باش نثأر باش نقهر الريال